مسيرة تضامنية مع الجيش والأمن ورفضا للإرهاب والجماعات المسلحة. البرلماني الهجري يكشف عن فساد ب 64 مليار ريال في وزارة الدفاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. وإلى التفاصيل، قتل شخص ظهر اليوم في العاصمة صنعاء برصاص مسلحين يرتدون الزي الخاص بشرطة النجدة. وقال شهود عيان إن سيارة تابعة لشرطة النجدة وصلت إلى محطة الرباط وسط العاصمة، وأراد أحد أفرادها تعبئة مادة البترول تحت قوة السلاح، ونشبت مشادة بين العاملين في المحطة والجنود، وهو ما دفع أحد الجنود إلى إطلاق الرصاص الحي على أحد المتعاونين بالمحطة أدت إلى مقتله فورا. رصدت السلطة المحلية بمديرية السيان وفاة 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين نتيجة انتشار وباء وصفته بالغريب في قرية جبل الأحشور. الدكتور عبد تاج الدين أشار إلى أن أعراض المرض تبدأ على شكل التهاب اللوزتين، يصاحبه حالات إخراج والتهاب في المفاصل. شارك المئات من الإعلاميين والناشطين بصنعاء في مسيرة تضامنية مع الجيش والأمن في حربه ضد الإرهاب ورفضا للجماعات المسلحة. وتأتي المسيرة ضمن الحملة الشعبية التي أطلقها مجموعة من الإعلاميين والناشطين لمناصرة الجيش والأمن ورفضا للجماعات المسلحة التي تستهدف أفراد الجيش وتهدد السلم الاجتماعي في ظل رفضها الدائم تسليم أسلحتها الثقيلة للدولة. وكانت المسيرة انطلقت من أمام جامعة صنعاء القديمة باتجاه ميدان 70، حيث نفذ المشاركون وقفة حداد أمام النصب التذكاري لضحايا مجزرة 70 التي يصادف اليوم ذكراها 2. وتلى المشاركون في الوقفة الفاتحة على أرواح الضحايا. كذلك طالب بيان صادر عن المسيرة رئيس الجمهورية وقيادتي وزارة الدفاع والداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات الاحتياطية اللازمة لحماية الجنود ورفع كفاءتهم العسكرية وتحسين مستوى معيشتهم ورعاية أسر الشهداء ومعالجة المصابين. قال النائب الهجري إن وزارة الدفاع لا تزال تمارس فسادا في مجال التغذية والمشتريات يتجاوز قيمته أكثر من 64 مليار ريال عبر المؤسسة الاقتصادية. جاء ذلك في جلسة استجواب البرلمان يوم أمس للحكومة، حيث طالب الهجري بتمرير مشتريات الدفاع عبر مناقصات قانونية. وتساءل الهجري عن أسباب عدم تسليم مرتبات الجيش والأمن عبر البريد حتى اليوم. تضافر كل الجهود، وكان على الحكومة الوفاق الوطني أن تهيئ نفسها أنها ستأتي في مرحلة انتقالية مطلوب منها التغيير لتقدم أفضل ما خرج الناس من أجله، وكان يجب أن تستعد في أدائها وفي شخوصها وفي إمكاناتها لهذه المرحلة على هذا المستوى من التحدي. لكن ما حدث، هناك إنجازات في جوانب سمعناها بالأمس وهي حقيقية، ولكن هناك إخفاقات كثيرة يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا. يواصل المدير السابق لمديرية الضحي بمحافظة الحديدة رفضه تسليم الإدارة للمدير الجديد المعين بقرار من وزارة الإدارة المحلية والسلطة المحلية بالمحافظة. نتابع المزيد في التقرير التالي.
احتجاجات أسبوعية حاشدة لأبناء مديرية الضحي بمحافظة الحديدة، تطالب بتنفيذ قرارات الحكومة والمجلس المحلي للمحافظة والمديرية بإقالة فهد الأحمر مدير مديرية الضحي من منصبه بتهمة الفساد والتمرد، حيث لا يزال يحتل مبنى المديرية ويرفض تمكين المدير المعين بقرارات من الوزارة المعنية والسلطة المحلية. وسنظل نكافئ حتى يخرج فهد الأحمر وكل الفاسدين من المديرية، ولن يبقى بها فاسد واحد. وبقائي في المديرية عطل الكثير من مصالح المديرية، حيث لا يوجد رجل قائم على إدارة المديرية من داخل مبنى المديرية، وبقائه غير شرعي وبصفة غير قانونية. عجزت الجهات الحكومية من تنفيذ قراراتها، وفقد مدير مديرية الضحي وظيفته بقرارات رسمية، ليذهب المواطنون إسقاط شرعيته الشعبية، لكنه أحاط نفسه ببلاطية لم يتورع من إطلاق الرصاص لأكثر من مرة على لجان التسليم والمواطنين. ولكننا فوجئنا برفض المدير المعزول فهد الأحمر التسليم للمدير الجديد علي جيلان شامل، بل وصل الأمر إلى أن تم إطلاق الرصاص على اللجنة المكلفة بالتسليم. غضب عارم لاستمرار مدير مديرية الضحي المعزول من احتلال مبنى المديرية وتلقيه أوامر إدارة الفوضى والتمرد من المخلوع وأركان بلاطجته، كما يقول المحتجون، ما يؤكد أن المسؤولية في اتهامه لدى المخلوع وأتباعه مغنما بهدف النهب والفيد، بينما بقي ابن اتهام علي جيلان رغم شرعيته الرسمية والشعبية منتظرا هيبة الدولة لبسط نفوذها على من أعلن التمرد عليها وعلى تطلعات الناس في التغيير. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، مديرية الضحي، محافظة الحديدة. تمكن جنود التحريات بمدينة الحديدة من العثور على الشخص والمنزل الذي انطلقت منه طائرة صغيرة صينية الصنع. وقالت مصادر أمنية أن الطائرة الصغيرة مزودة بكاميرا ذات تقنية تصوير عالية الجودة ويتم التحكم بها عن بعد. مدير شرطة الحديدة العميد محمد المقالح من جهته نفى أن تكون الطائرة التي ضبطت لها دوافع أمنية أو تجسسية، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيق مع مالكها لمعرفة الأسباب. دشنت شبكة فوز للنساء المستقلات وبالتعاون مع مشروع استجابة المنتدى الحواري دراسة بحثية تناولت صور ومظاهر العنف ضد المرأة وآثاره الأسرية والمجتمعية. كما ناقش المشاركون مشروع مسودة قانون تجريم العنف ضد الفتيات والنساء. حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان بدورها أعلنت التزامها ودعمها الكامل لمسودة القانون والذي سيقدم للحكومة ومجلس النواب لإقراره، منوهة إلى أن مخرجات الحوار جرمت العنف ضد المرأة وهي تعد ملزمة وواجبة الإنفاذ. ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن في اجتماعها الاستعدادات الجارية التي تشهدها المحافظة للاحتفال بالعيد الوطني 24 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. وفي الاجتماع أكد المحافظ رشيد أهمية مشاركة المنظمات الثقافية والإبداعية والاجتماعية والاتجاهات السياسية في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، وأشار إلى أن إقامة أي فعاليات أخرى في عدن حق مكفول في إطار القوانين والالتزام بالنظام وعدم اللجوء إلى التخريب، وكذا التنسيق مع السلطات المختصة بهذا الشأن. اختتم أمس في مدينة القاعدة فعالية الأسبوع الأمني الثاني بحضور مدير أمن المدينة. الفعالية التي استهدفت المدارس والمؤسسات الرسمية والخاصة ينظمها منتدى المستقبل. مشاهدينا الكرام، قبل الختام نذكركم بأبرز ما جاء في الأخبار.
مسيرة تضامنية مع الجيش والأمن ورفضا للإرهاب والجماعات المسلحة. البرلماني الهجري يكشف عن فساد ب 64 مليار ريال في وزارة الدفاع. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام الأخبار. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.